موقع صاروق الحديد الذي يقع في منطقة صحراوية بالقرب من إمارة أبوظبي هو أحد أهم المواقع في شبه الجزيرة العربية وأهم موقع في دولة الإمارات العربية المتحدة من العصر الحديدي. نتعرف في هذا التقرير أكثر على هذا الموقع وعلى الناس الذين عاشوا هناك، ما هي النشاطات التجارية والصناعية التي كانت موجودة في هذا الجزء من العالم؟ نحن الآن في منطقة الشندقة التاريخية في دبي القديمة أمام بيت الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم الله يرحمه، أخو الشيخ سعيد اللي هو جد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه. وفي شهر يناير 2016 صاحب السمو أيضا أمر بتحويل المبنى هذا إلى متحف مؤقت لعرض القطع، آلاف القطع اللي تم اكتشافها في موقع صاروق الحديد، إلى الآن أكثر من 3500 قطعة. عندنا صاروق الحديد بالقاف أو صاروق الحديد، وعندنا أيضا صاروج أو ينطق صاروي في اللهجة المحلية. الصاروج هو الطين المحروق المستخدم في البناء قديما في الأساسات وفوق الأسطح كمادة عازلة. أما الصاروق بالقاف فهي الأرض المنخفضة بلهجة أهل الإمارات بين الهضبتين أو بين الكثيبين الرمليين، وهذا اللي هو ينطبق على الموقع، فهو صاروق والحديد لكثرة وجود خبث الحديد بالآلاف في هذه المنطقة. وهذا اللي انتبه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه لما كان بالهليكوبتر، فشاف كثرة وجود اللون الأسود واللي هو خبث الحديد، وبعد ما نزل فتوقع أن أكيد في شيء من الآثار في هذا الموقع، فلذلك سمي بصاروق الحديد. متحف صاروق الحديد يضم 10 غرف رئيسية لعرض القطع الأثرية المكتشفة في موقع صاروق الحديد. الغرفة الأولى أهم غرفة اللي هي قصة اكتشاف الموقع من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عرض رباعي على الجدران وعلى الأرض. الغرفة الثانية نسمينها غرفة أسرار صاروق الحديد، فيها القطع الأثرية، ليش الناس اختاروا هذا المكان، ففي ألغاز عندنا وأسرار في هذا المكان، ففي هذه الغرفة نتحدث عن هذه الألغاز من خلال 20 شاشة عرض. الغرفة هذه مخصصة للأحجار الكريمة والأصداف والذهب، في عناصر جميلة جدا، يعني خيوط الذهب اللي مصنوع منها حلي جميلة جدا من المرزام اللي يوضع في أنف المرأة، وكذلك قطع زخرفية حلق للبس المرأة، وأيضا أزرار، ومن هذا الأزرار طبعا أخذ شعار إكسبو 2020، قطعة جميلة جدا فيها عليه 20 رأس من الخارج و20 رأس من الداخل، فهذا أخذ منه شعار إكسبو دبي 2020. بعد رمضان، يعني رمضان طبعا الأخوة ما اشتغلوا، بس راحوا هناك، فقط الرياح كشفت عن 60 قطعة سيف من الحديد، خنجر، فخار، وحوالي 40 قطعة من رؤوس الأسهم. فيوميا في الاكتشافات يعني 30-40، وقطعة من الرؤوس الأسهم اليوم كبيرة جدا، أول مرة نحصلها بالحجم هذا. فدايما نحصل الجديد، وهذا الجميل في علم الآثار أنه كنوز، الواحد بس يكشف عن كنز ورا كنز ورا كنز، وكل كنز يعطينا معلومة بحيث نكون القصة العامة والشاملة لصاروق الحديد ودبي، وأيضا تاريخ الإنسانية في هذا المكان. صاروق الحديد ممكن احنا نعتبر في علم التاريخ نحن في الأول ابتدائي ما زلنا، يعني المكتشف من صاروق الحديد فقط إلى الآن 5%،
و95% ما زال تحت، يعني 100 ألف قطعة ما زالت تحت الأرض وتحت الرمال بحاجة إلى التنقيب وأنامل الآثاريين. هذا بحاجة طبعاً إلى أكثر من 20 سنة ممكن نقول من التنقيب، ومثل ما يقولون كل قطعة تكتشف بحاجة، يعني لو شهر عندنا في التنقيب نحتاج 4 أشهر دراسة القطعة هذه من أين جاءت، كيف صنعت، كيف صنعوها إلى أن صدرت، فكل هذه دراسات. ونتوقع إن شاء الله في القريب نحصل الأكثر والأكثر من المعلومات عن موقع صاروخ الحديد اللي هي تعتبر من أغنى وأثمن المواقع الأثرية في الجزيرة العربية. أكثر من عقد من الأبحاث المستمرة في موقع صاروخ الحديد والعمل ما زال في بدايته. المستقبل سيكشف الكثير عن هذا الموقع، عن الناس الذين عاشوا هناك، ماذا عملوا ولماذا اختاروا هذا المكان بالتحديد. موقع صاروخ الحديد أعاد تسطير صفحات التاريخ، وهناك الكثير لنعرفه في المستقبل.